هنا حبايب قلبي بقى الاكل معانا النهارده زي ما انتم شايفين كده الكريب طعمه جميل جدا، والخلطه بتاعته انا عملتها قبل كده على شطاره في المطبخ. ويلا يا حبايب قلبي رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش بقى بالله عليكم كده في اللايكات، ربنا يخليكم لينا وتفضلوا كده دايما في حياتنا منورينا. واللي بيتفرج علينا مش مشترك يا ريت بعد اذنك تشترك، ننزل لكم كل جديد ان شاء الله، وفعلوا زر الجرس بكل جديد. يلا حبايب قلبي على الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تغطيش الاكل كده، وريلي الناس. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده جايين بتحدي جديد، يا رب يعجبكم. غيرنا بقى شويه. اسمه ايه؟ نسيت اسمه. كريب. كريب. انا عاملاه في البيت، مش شارياه من بره، بس الكريب ذات نفسه شارياه من بره، لكن الحشوه انا اللي عاملاه. عيش سوري يعني، هو عيش سوري اهو. انا ماسك نفسي بالعافيه. بس هو ميتين من الجوع، كل واحد ثلاثة ترغفة. اسمها ايه؟ التحدي النهارده؟ ثلاثة وخلاص. لازم تخلص. تحدي النهارده جامد. ابدا ولا استنى؟ بصوا انا حابه اوريه لهم، بس بصوا. انت عملت كله لحمه ولا في فراخ ولا ايه؟ في فراخ ولحمه. انا حابه اقول لكم بقى حبايب قلبي اللي احنا عملنا فيديو وغيرنا زي ما انتوا طلبتوا، وعملنا فيديو امبارح انا والاولاد، فيديو مضحك كده وحلو، وسالناهم اسئله وبلاليم وفلوس وكده، فقلت تخشوا تتفرجوا عليها. هسيب لكم في اول تعليق مثبت ان شاء الله يعجب. كان ده فيديو جميل ودمه لذيذ وضحك وكده يعني، وغيرنا الاكل عشان بجد احنا تعبنا كده بالاكل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. انت عامل كله لحمه على فكره. كله؟ مين اللي قال؟ انا شايف كله لحمه ولحمه ولحمه. ده لحمه؟ ده لحمه ولحمه. مش ده لحمه؟ لا دوق بقى عشان الفراخ شويه اللحمه. شيل دي كده. ده فين؟ في الفراخ دي فراخ اهي. انا لقيت مش فراخ واحد لحمه؟ ولا واحد فراخ واتنين لحمه؟ معرفش بقى. طب يلا بسم الله. انت عايز فراخ خد من عندي. السلطه بتاعت الموسمية مميزة بصراحة. هذا اللي عملها مين؟ والكريب طعمه حلو قوي. اسمه ايه ده؟ باربيكيو. 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 في حاجة نسيت احطها على السلطة. خد اللحمة. في حاجة نسيت احطها على السلطة. نسيت احط السلطة قبل شط. احسن. ناخد الفراخ. كلها. عشان يبقى عندي كله لحمة. انا عندي برضو واحد فراخ، ده انا عندي الثلاثه لحمه. بس انا بعمل صراحه ما بحط. يا نهار ابيض، ده الاثنين دول لحمه، انا كلت الفراخ. انا مش مميزه ما بين الفراخ وما بين اللحم. مش هتشطش ولا ايه؟ مش هتشطها زي عوايدك. نسيت والله العظيم احط له شطه او اقوم اطلع من الفلفل. اصل انا مش عارفه اكل من غير شطه برضه، صح؟ مش كاتشب حراق؟ هو ما اجيب قلب شطه وارجع. مش عايز اكل من غير شطه. جبت قلب شطه. بحب على الأطماط دي، حاسة بالحر. أطماط الشط. الفلفل جبار.
الاول. خد على المكسر، خد على المكسر اللي من اللي فات. ده ايه ده؟ طعم جميل قوي. بس كده نعدين وقفت، بس الاكل حلو بالقرن شكل. دي ما تلغوش خالص، مليان شو لحمه بقى وخلطه وايه خفيفه كمان، ايه مليان قوي. كان في حد عايز مني طريقه الكريب وبيكتب لي اللي هو عايزها غصب عني ولا لازم، مش عارفه اعملها، محتاجه حاجه كبيره واسعه بلزقش فيها حاجه وانا ما عنديش. ممكن تعملي صغير عادي، ما انا اقبلها في نتين نصين عشان تعرفي تتني كده. انا مش قد ايه من بره اللي هو العيش بس، لكن الخلطه انا عاملاها. ده الزوار بيبقى جميل. يا فندم كده مش هتبقى تقدر كم يتد؟ عايز تنسحب انسحب، عايز تنسحب انسحب. انت ما عندكيش خالص، انت في التاني انا في التالت. ماليش دعوه، شو انت اللي بتقولي؟ انا بقول لك تقدر تكملي التالت. هقدر. ده يتدهوش وكل حاجه. هتنسحب؟ شو رد عليك؟ دماغي صدعت من قرن الشطه. ممكن تمنديله، الدنيا باظت. نقطة نقطة العلبة ما بقاش. طعمه جيب. بصوا الزيت وصل لحد. بس مش هقدر اقول دي. معلش منديل كمان؟ لا. عشان بقي متدهور خالص، دماغي دماغي مصدعه، دماغي صدعت اكتر عشان قعدت طول النهار ما فطرتش ومستنيه احمد يجي من الشغل عشان نفطر عشان نعمل التحدي. من دي تنزل. بسم الله تعالى نعشقها بالله. تعالى انت بتاكلي مش قادره. مش هنصحي. براحتك انا اكلت. كلت؟ هخسر بشرف. مش هنصحي. ما تبصيش عشان تشوفها اقدر اكمل الحته دي عشان تقول خلاص.
بس انا اقولها عشان بعد كده تقول خلاص انت كده كده كسبت. حيوي وكمان طلع القطن. لا انا بشوف بس ده ايه ده، انا عامله كله على لحمه عندي ولا ايه؟ كمان اكلت اتنين لحمه. انا فين الصوت بقى؟ الاولاد بيلعبوا بقى. فاطمه عندي هنا ووالدتي. كسبت الحمد لله. وانا كسبت الحمد لله. الاكل كتير قوي والله. كنت مفكر سهل ان اكل التلاته بجد، بس جيت في الحته دي انا الحته اللي بقى دي اقعد ساعه عنده فيها مش عارف ابلعها. هو كده كده خلص، مش هفضل اكل انا على الفاضي. عيب والله انا عارف. عارف ايه يا اخويا؟ السلطه جميله، هي دلع شويه بس عشان مع الاكل ده. مش دلع حلو. مش دلع؟ خلصت كده انت؟ يلا بقى عشان اعمل العقوب. يلا عشان عايز اعمل العقوب. تحس ان انا مجنون. بخسر بكسب عشان انت تعمل العقوب. ده حلو. بص هتلم الدنيا بقى. والله مش عارف اعمل فيها ايه بس اشوف لها اي حاجه. ضم هنا سامحني وخلاص. سامحني وخلاص. قلبك ابيض. ما هنا عاوزين نسامحك. على فكره ستوب واتش. ما هنا عاوزين نسامحك. قول كده يا بخي. طب سامحني بس. سامح قول سامحتك سامحتك. عاوزين نسامحك؟ لا مش عايزاك تسامحني. لا استني بس. لا شكرا شكرا. ده عقابي. شكرا. بعقابي. بعقابي. كده على اخر بقك وتوتوني. يا وانا يا لا انا ماليش دعوه والله. مش الناس في البث بتقول انت عايز يعمل خدود وانا هشيل خدود. اه بس كده. خدي اهو. خد يا بابا انت. لا انا خلاص انا كسبت. انا حر بقى. انا اللي كسبت. انا حر. انت حر؟ طب اعمل اللي انت عايزه انا مالي. ما هو لحد صبعي كده. ما اقدرش. استهبل. ايه؟ ده القرن الشتا ده وحياة ربنا لو كلته لا يغمى عليا ساعتها. ده نار. شايفين شكله عامل ازاي اصلا؟ ايوه عشان ما نطولش. يلا عشان ما نخمش على الناس. ايوه عايز ايه؟ اهو والله. طب ما تجرب انت وانا هاكلها بعدين. اما تكسبي بيقولي اهو. طب لحد هنا بجد ولع نار يا احمد. مش هقدر. معلش والله العظيم ولع يا ابني. مش عايزين نطول الفيديو. ما مش مطول اهو. حد هنا اهو. حراق قوي. اه بس شايف التانيه دي اهو. لحد الحته المتنيه اهو مش نص. لحد الحته المتنيه. رخامه. هما مش بيقولوا رش الميه عداوه؟ احنا عندنا مثل في مصر بيقولوا ايه رش الميه عداوه. هات لي اشرب يا حبيبي. هات لي اشرب. لا ما تقفش الارض. هات لي اشرب. اهو يا لحد التانية. لا والله لو قلت قبل التانية مش هحسبه واعمل فيك عقاب. يا سلام. طب خلاص اعمل عقاب مش هاكل فلفل. ما هو ده العقاب بتاعي. ما ترخمش. ما ترخمش. يا حد هنا شايف التانية. تحط صباعك كده اهو. يا سلام يا ولد. اه حط صباعك كده اهو. اهو انا حاطط. طب جرب وانا بعديك ان شاء الله. اما تكسبي قولي اللي انت عاوزاه. بجد ولع على دماغي مصدعة. انا عاوز اتنمل. انت وش خير ما شاء الله عليك. يلا وشي اذى. مش هقدر اكلها اهو. التانية اهي. يا رب ده اختي فلفل وتولع اهو وندعك في عينك بعدين. يلا خد ادعك بقى في بقك. يلا يلا عشان ما نطولش. يلا كلها بجد ولع يا خرابي. ده هو ريحتي انا شميت ريحتي دي اساسا. طب وحياة ربنا ما تقدروا تشموا الريحة. ايه هات الميه انا عايزه ميه.
طب يا احمد عقاب رخم وحياة جيني النبي. بص والله العظيم المكسب بعد كده لا تشوفه ولا خليه يروق لي الشقه كلها. هتطولي هتطولي كل الشقه وخليه يمسح كمان. هتطولي شو عقاب وبيعمله ذاك دي والله مش هو عقاب وبيعمله وبيقول لي ده عقاب اعمل زي ما انا عايز. طيب انا هخليك يا احمد قدام الناس دي تشهد اهي عليا هخليك تمسح الشقه تشيل السجاد وتمسح الشقه ماشي. هم تكسبي راح لو بتخلي معاكي تصبر المواعين من اول الطبق لك. هم تكسبي راح لو بتخلي معاكي موديك عند امي مش انا معاكي وديني عند امي وتروح انت عند امي. طب روح انا امي هنا ايه بره يعني اكله انت اللي هتندب في الاخر حته واحده هتقول يا ريتني مره واحده بدلك على مرات عشان ايه مش هيتطفى ولا لا اكو في عينك نو نو وحياة ربنا فقفق لي بقي ولسه ريحه طالعه بس ما فاهم مبسوط قوي كده ولا طالع ايه معايا انت كده على فكره خليه يحلم معاك اكتر مش هتحس انا هوريك الشر بجد انا لو حط ربنا طلعوا شفايفي ورمت وكتاب الله ده انت هتشوف مني ايام اسود من قرن الخروف كوبايه مخروم ولا ايه؟ مخروم والله رشيت عليا مره انت هو ايدك انا بشرب اوعى ترش عليا ميه انا بشرب ده بقى عشان انت اللي انت عملته دوت مش هعديها لك طب اوعى ايدك هات لي منديل شفايفي ورمت والله هات لي منديل بقى هو كان ناوي لي عينيه وحشه طب على فكره انا اللي كسبت وانت عملت زي كده لا كان عايز يتلوم عليا وكتاب الله حظك ان الميه دي معدنيه لا ميه معدنيه حرام حرام الميه معدنيه لسه شاريلها يا رب يكون الفيديو عجب ما تبقى ايدك بقى انت لا يا احمد ما ترشش عليا ميه عشان كفايه بق وحياه ربنا مش قادره يا جدعان والله طب بص يا طيب طب عيدك ايه؟ معلش بتعمل اهو لا لا ما ساعة وكتاب اللي ساعة حظك والله بس انا بحط ايديا كده بقى ادلقهم عليهم كلها بيجوا عليا بحس ان انا اللي اتعاقب وحياة ربنا بقي فقفق ولساني فقفق وحل يا احمد جنب كمان يا كوب يلا يا حبايب قبل ما تنسوناش بقى في اللايكات انا غلطت حتى البتاع اهو هي اللي ما كملتش اما تيجي تعمل عقاب بعد كده يبقى مخلصه كل الاكل اللي قدامك عشان لو تقعد تنقلق يا حد انا اخلص بسرعه الكلام ده اللي يكسب اللي ينسحب وبقى في الحته الاخيره ما اقدرش تقول لي انسحب اللي ينسحب وانا اهبر ربي من سحب يبقى هو خسر يلا طب يكون الفيديو عجبكم اشتركوا لايك لايك ليا بقى اهم حاجه اللايك يا جماعه وبعد اذنكم اتفرج علينا مش مشترك يلا بقى وصلنا لل 60,000 حبايب قلبي وصلنا لل 60,000 قربنا اهو يلا عشان نطلع كمل الاكل يلا ترى اكمل اكل ولا يلا يا حبايب قلبي سلام الله السلام عليكم